مولود توافقوا الرأي؟ أبدا. إحنا نغلبوا شكارة. أبدا. بيعش التحرير الوطني. نغلبوا شكارة. ما يحس جبهة التحرير الوطني. نغلبوه نغلبوه. مستحيل. علاش؟ وتلك الأيام نداولها. أنتم ما عندكمش شكارة في حسبكم؟ ما عندنا شكارة. أنتم حسبكم منزول مسمى ما فيه أخطاء ما فيه شكارة. الشعب عندكم مزايد. كأنه حزب محصوم. على بالك كيروحوا نمشوا راك تتكلم على حزب حاكم حزب عنده اغلبيه في البرلمان يا اخي باغلبيه نحسبوها كما نحسبوها لكن انتم راكم عارفين حزبكم قوي بشعبيته ليس شعبوي فقد شعبيته عندكم قسمه في تصنواتين نعم عندكم قسمه عندنا قسمه في 47 ولايه في محافظه الله ما عندكم وفي كل البلديات هل نوجه سؤالي للشعب نعم رئيس بعد تكرر لنا هل سمعتوا بنفليس في بلديتكم لا حزب طلائع الحريات مش حزب بنفليس تعامل بالمؤسسات أنا اسمع يا اخي ما يغيظني حتى واحد انا يغيظني الشباب اللي راه في الفلان والله غير يطبع في حمار ميت والله غير غفتوني والله غير يطبعوا في حمار ميت في حزب جبهه التحرير الوطني بنفليس لا يقرر لدينا مؤسسات وحنا اللي قررنا باش نقاطعوا بلي حزبنا قوي حزبكم ليس قوي حزبكم قوي. جهاز يستعمله الشعب مع تستعمله السلطه التنفيذيه ما تقدروش تقنعوا الشعب يدور على الفلان خرج هضرها في الزنقه هذه ولكن الشعب عطاك دليل واضح سمير الشعب مثلا حزب مثلا الشباب لن يكون عندكم الاستاذ الدكتور يوسف بنيزه قال كلمه مهمه قال